أمريكا قالت إنه خلال ساعات أو قريبا هيتم الإعلان عن مصل جديد، هل ده أنا صحيح؟ أنا أعتقد هو موجود خلاص، يعني هو الصين 60,000 واحد شوفوا في الصين، فأكيد في الدواء موجود. التطعيم بقى عشان ما يجيلوش، يعني إحنا هندي بقى للناس عشان ما يجيلهاش، ده يمكن اللي هو ترامب احتفل إمبارح وقال إن هو يمكن في أبريل هيبقى جاهز، أنا أعتقد إن هو جاهز يعني. إن شاء الله يعني أي حاجة، ما خلق الله داء إلا وجعل له دواء، فأنا أعتقد إن الدواء موجود، ويعتقد شركات ومعامل كتير اشتغلت، فالنتيجة مضمونة في هذا السياق، الدواء هيجي مش عايزين هلع، والطعمة هيبقى متواجد مش عايزين هلع، وعايزين نقوي بعضنا ونرجع بقى. يا ريت وقفة الكورونا دي تخلينا نرجع بقى، يعني احنا كنا خايفين العمر هيروح في ثانية، طيب نبدأ بقى صفحة جديدة عنوانها الحق والخير والحب والجمال والعطاء والتعاون، نبدأ كده نحب البلد وندي للبلد شوية. ايه الفرق ما بين كورونا والإنفلونزا العادية؟ الإنفلونزا العادية أكيوت أونست، يعني بتيجي حادة، تبص لها ممكن الواحد عطس شديد، احتقان شديد في الزور، يسخن من اول يوم على طول، وخلاص تاني يوم مع شويه ليمون برتقان يبقى كويس قوي. دي بقى جراديوال اونست، يعني بتبدا بالتدريج، وتكسير عظام، وتشريخ في الزور، وكحه ناشفه جدا ما فيهاش بلغم، وبعد شويه يحس ان هو نفسه مش مرتاح. العلامه الفارقه في ان كورونا ان هو النفس، اول ما تلاقي ضيق في التنفس نفسي مش مرتاح، لا كده ممكن تبقى كورونا، اجري. لكن 80% النفس يعني العلامة النفس، ان هي تنزل، لا انا نفسي مش مرتاح، والحرارة معصلجة شوية، تنزل للصبح الظهر ترجع، تنزل الظهر بالليل تعلى، وعمالة بلبع أدوية للحرارة. يعمل ايه في الحالة دي؟ في الحالة دي لازم بقى يتواصل مع السلطات، هيروح يعمل التحليل في المعامل المركزية، اذا ثبتت الإيجابية هينقل بقى المستشفى العزل. لكن انا انصح ليسعك بيتك، ستي ات هوم. امريكا بكل امكانياتها وبريطانيا بكل امكانياتها قالت ان هي مش هتقدر تستوعب الاعداد دي كلها، فال 80% اللي هيعدوا اللي هم الصغار والشباب والمراهقين اللي صحتهم كويسه اللي ما ياخدوش ادويه، حتى لو الاعراض لسه في اولها يستنى شويه، يعني ياخد سوائل ريهايدريشن، ياخد مسكنات، يريح في البيت، يتعرض للشمس، يهوي البيت بتاعه. على فكره نسبه عاليه من مشاكلنا ان احنا بقت حياتنا كلها اندورز، يعني بيقولوا لي انت عمال تقول ان الفيروس الحراره بتعمله، طب الكويت والخليج؟ هم الخليج عايشين في الحراره؟ ده عايشين في بيوت مغلقه ومولات مغلقه اندورز طول الوقت، ما بيشوفوش الشمس. لا، الحرارة تقتل الفيروس، وإن شاء الله أنا متفائل. كام؟ 30 درجة لما نبدأ في تلاتينات، إحنا بنوصل ساعات أربعينات وقت. فإحنا لا، بص كورونا إن شاء الله مش هيلاقي طريقه لمصر، سينسحق في مصر.